من خلال الفن يعبر الفنان عن أفكاره ومشاعره، حيث يسعى إلى تحويل المواد الأولية إلى أشكال جميلة. كثيراً ما ننظر إلى اللوحة الفنية أو قطعة فنية تلفت إعجابنا وتسر أنظارنا، ولكننا لا نكترث ولا ندري ولا نعرف من أين هذه القطعة الفنية. نهتم كثيرا للتفاصيل، فخلف هذه الإبداعات الفنية هناك من استثمر إبداعه وفنه وجهده لتخرج هذه الإبداعات بأبهى صورها. ضيفتنا لهذا البرنامج الفنانة التشكيلية المبدعة جميلة الهيب، أهلا بك، نورتينا. بدنا نقول طبعا من طوبة الزنقرية وساكنة في أمريكا، ولا كيف هيك؟ أعطينا بطاقة تعريف عنك أكثر. يا أنا جميلة الهيب، أصلي من طوبة الزنقرية، سكان أمريكا وكندا كمان، يعني أنا أمريكية كندية. نعم. وانت كانت بداياتك في عالم الفن والإبداع وصولا إلى الفن التشكيلي؟ أنا من صغري بحب الفن، بس ما كان في مجال ابدا اني بروح للفن. رحت كنت مساعده في، يعني شو بتسموه، سياعات في المدرسه. نعم. وكان حلمي مشي معي يعني صراحه. بعد ما سافرت لامريكا وكان عندي اولادي، كبروا اولادي، فرحت درست الثانويه العامه في كندا اللي هي للكبار طبعا، وبعديها رحت لجامعه في مدينه اكرن اوهايو الامريكيه، فتخرجت في الفن التشكيلي بامتياز. حلو. لما بنحكي عن فن تشكيلي، عن ماذا نتحدث تحديدا؟ عن كل انواع الفن اللي فيه رسومات، فيه نحت، فيه عده خامات من الالوان. هذا نسميه فن تشكيلي. احنا نبدا من خامات لا شيء ونطلع بشيء. نعم. لما عم بشوف هيك صورك على الشاشه، أي بشعر إنه الأرض، الورود، المرأة، الأنثى هيك تظهر وإلها هذا الباع. فاحكي لي، كل هون رسمة هي قصة بحد ذاتها فعلا، ماذا تروي؟ أول شيء أنا مواليد أنا مواليد شباط، يعني أذار. مارش أذار. نعم. يا فبحب الطبيعة، بحب الورود، بحب المي، بحب هاي الأشياء، يعني هذا له تأثير علي. أنا بحس فعلا له تأثير علي يعني. فالمرأة لها دور مهم جدا، اللي هي الحديث اليوم. أنا عملت عدة معارض، وكان معرض خاص في المرأة اللي هو كان في مناسبة 8 مارس، عيد المرأة ويوم الأم. فعملت معرضين شخصيين، واحد في مدينة الرباط. نعم. في المغرب، والثاني في كازابلانكا في المغرب. رائع. يا فكان هذا مناسبة المرأة، لأن المرأة الحديث اليوم ما أخذت حقها بالكامل، فأنا عم بعطيها هذا الحق إنها تكون من ضمن الأعمال اللي أنا بمشي فيها. بالفن التشكيلي هناك عدة مدارس. نعم. إلى أي مدرسة تنتمي جميلة الهيب؟ أنا بجسد تقريبا كل المدارس، لكن ميولي أكثر للتجريدي. يا بشعر في التجريدي، بشعر حالي في التجريدي، لاني بجرد الفكره. نعم. بجرد الشيء، الموضوع نفسه، يعني انا بشوف الشيء، لكن لما بشوفه بروح برسمه بشكل اخر، لانه ما بحب الواقعي. يطلق عليك لقب فنانة الورود في زمن الحروب. نعم. شو حكاية هذا اللقب؟ عملت معرض الشخصي في مدينة تورونتو. في بلدية، في البلدية نفسها، كانت فترة الحرب بكل محل، فأنا رحت أرسم لأني بدي أبدل الحرب بزهرة، وبدي أبدل الدماء في الورود، فأطلقوا علي هذا الاسم. فكتبوا عدة جرايد وصحف ومجلات وتلفزيون كل في أمريكا، في كندا، فسموني هذا الاسم. حلو، رائع. ما هي أول لوحة قمت برسمها، وهل كنت راضي عن أدائك؟ كانت صعبة جدا أول لوحة، لأني أنا دخلت مش باقي زي باقي الطلاب في أمريكا. كل الطلاب عندهم الموهبة، أنا كنت بتعلم، فكانت صعبة كتير. لكن الشيء الحلو لما انتهيت اللوحة، ولما نهاية الفصل الدراسي قيموني كأحلى لوحة. فكانت هاي بالنسبة لي هي المسيرة اللي لازم أمشي فيها.
واجت واحدة من المدرسات السابقات ماي بروفيسور كانت فرنسية، فاجت حكتني قالت لي جميلة انت خلقتي للريشة والريشة خلقت لايدك. حلو، فكانت هون انطلاقة لي كمان. وقت بتحبي ترسمي؟ وهل في وقت محدد يعني حتى لما هتفتك وكنت هون في طوبة فحكيتي لي انه كمان إسا انا عم برسم؟ يا كل وقت، اي وقت. الفن الرسم ما له وقت. نعم. اليوم هاي اللوحة، اليوم في عنا هاي اللوحة خاصة، شو بتحب هيك تحكي لنا عنها؟ ايش بتروي؟ اي قصة؟ الورود، لانه انا بشوف انه بالامل. انا بمشي بالامل، حياتي كلها متفائل، عندي التفاؤل، عندي الامل، عندي الحياه اللي لازم نشوفها. احنا ما لازم نعيش الحياه الاكتئاب، لانه عم بشوف العالم كله ماشي مكتئب. يا هو الاكتئاب وضغط. يا فانا بقول لا، يعني هو بتمثل جماليه الروح، يعني الورده. بدل سلاح خد ورده، بدل دم خد ورده، ازرع ورده. يعني الورد له رساله خاصه. نعم. فكل العالم يتعامل في الورود، يعني فهي رسالة سلام. لأنه أنا كمان بعمل معارضي، وأغلب معارضي هي للإنسانية والسلام. نعم. هل الرسومات بتكون عادة مستوحاة من أشياء حقيقية، ولا ممكن الفنان يسرح بخياله ويغير فيها ويغير الواقع؟ في فنانين بيصوروا الواقعية بالضبط، اللوحات واقعية. أنا بالنسبة لي الواقعية ما عادت بالنسبة لي موجودة. ليه؟ لأنه في الكاميرا بتصور لك، يعني مش ضروري أني أرسم الموقع نفسه. يعني شو أنا اختلفت عن الكاميرا؟ فلا، أنا بشوف الشيء، أنا بعمله كيف أنا بشوفه، كيف أنا بدي أشوفه. فبروح أغير الشيء كلياً وبرسمه مخيلتي، يعني بحط مخيلتي، ومن مخيلتي أنا رسومتي جميعها من مخيلتي. عمري ما أخذت إشي انتميت لإله. نعم. هل ممكن اللوحات تحمل رسالة معينة؟ أكيد. ثقافة معينة بيكون أكيد. هدفها إعلاء صرخة أو احتجاج مثلاً بموضوع العنف ضد المرأة، الإجرام، ظواهر اجتماعية، وممكن إنه تحدث تغيير؟ بالتأكيد. عندنا بيكاسو عنده لوحاته، يعني لوحاته مشهورة جداً، يعني بيكاسو. نعم. معروف عالمياً، هو الإسباني يعني. فعنده لوحة جيكاردا، يعني غيرت حرب. يا عند مرسم اللوحة بالوحشية، يعني غيرت الحرب كليا، يعني فراحوا للسلام من بعديها. يعني فالعالم كتير راقي، يعني اليوم بمشي بهذا الفن، لأنه الفن هو رسالة بتوصل من غير كلام. سياسة بتنتهي، الحروبات بتنتهي، العالم كله ينتهي. يعني هي لغة أكثر لغة عالمية صحيح. بدون كلام، فهي بتعبر لحالها. يعني فالفنان عنده هداك الروح، عنده الحس المرهف، عنده ذاك الإحساس اللي بعطيك الشيء من غير ما بتحكي فيه. فبنعبر فيه عن خلال لوحاتنا. انت عشت متنقلة. نعم. في البلاد الغربة بين سكن وتعليم، هل هناك مجال مفتوح أكثر للفن، ولا هناك الناس يتذوقون الفن ويتفهموها أكثر من عنا، ولا بالعكس؟ أنا بشوف برا في أكثر متفهمين للفن وبقدروه. وعندك يعني مثلا أنا أول معرض شخصي عملته شخصي، فشفت أنا جمهور أجا، يعني ما كنتش متوقعة. كان في أمريكا، في مدينة أكرون أوهايو الأمريكية. فكان أول يعني هذا معرض لي، فكان صراحة كنت سعيدة فيه. بعديها أنا منظمة معارض عالمية كمان، عندي جمعية اسمها The Other Face Organization، اللي هي جمعية الوجه الآخر. أنا سميتها بهذا الاسم. مع مين تتعاملي؟ مع فنانين من كل العالم. الشرق، بس أنا بمثل أكثر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن كل العالم بيشارك معي في معارضي العالمية. كيف تقيمين الحركة الفنية التشكيلية هون في بلادنا؟ والله في حركة كتير منيحة. أنا بشوف أهل الضفة، أهل غزة، عندهم كتير أعمال. أنا بفكر إنه ممكن الوضع اللي صعب اللي عم بيعيشوا فيه، فممكن هذا بأثر عليهم، فبشوف عندهم أعمال كتير حلوة. أهل الضفة عندهم كتير حلوة. عندهم كمان فنانين في البلاد، يعني للأسف أنا ما تعرفت عليهم كلهم من خلال فيسبوك، يعني أنا شفت. نعم. يعني من شبكات التواصل. نعم. فهيك يعني إنه بعض التواصل، ولكن في حركة منيحة.
بدهن يشتغلوا أكثر شوي ليوصلوها للعالمية. بسمع منك كان لي معرض هون، وأيضا أنا مبادرة لمعارض والعروض، كان لك مشاركات عالمية في معارض فنية، فأحكي لنا عنها، وأي دولة زرتيها كان لها طابع خاص اللي تأثرتي فيها أكثر؟ بعد معرض الأول اللي كان في أمريكا أجتني دعوة مباشرة بنفس النهار، أجتني دعوة من الجزائر، فسافرت للجزائر بعدها بأسبوعين. كان الجزائر رهيب يعني صراحة، أنا كوني كندية أمريكية يعني فمسموح لي أني أسافر. نعم. فكان كتير حلو، كان الفن عندهم رائع، يعني الفن عندهم متطور كتير صراحة أكثر من عدة دول تانية. بعدها عملت في لبنان، عملت في بلجيكا، عملت يعني في عدة دول بالعالم، فلسطين، دبي، كوريا الشمالية. بس انت تأثرتي في اي دولة مع اي شعب هيك؟ وين شعرتي اكثر في انه عندك طابع خاص لهاي البلد؟ المغرب، لاني عشت فيه كمان فترة 3 سنين بالمغرب، فكنت كتير بروح بشارك بالمعارض يعني، وعملت عدة معارض وعدة ورشات، وكمان كان عدة مناسبات يعني، كمان كنا نعمل في كنت اعمل ارتب انظم المعارض في السفارة الفلسطينية كمان هناك، وفي عدة معارض تانية اللي كانت قامت بهذا المجال. فعندهن تعاطف، وعندهن يعني كل المدارس أنا بشوفها في الشعب المغربي عندهن، ليه؟ لأنه عندهن كمان حضارة، عندهن تاريخ، فالفن عندهن كتير حلو كتير جميل، أنا كتير حبيت عندهن هذا الشيء صراحة. لكن أنا بشوف المدرسة كتير من أجمل المدارس اللي بشوفها بالعالم العربي أعتقد اللي هن العراق. العراق كان عندي يعني عند نهاية كمان مصر يعني، أنا كان إلي كمان قبل بشهر 12 كان عندي تكريم بجامعة الأقصر، دعوني، فكمان شفت الأقصر وشفت مصر عندهم كمان يعني فن كمان جميل جدا يعني. من خبرتك وتجربتك الغنية بالفن التشكيلي، شو النصائح الذهبية اللي بتقدميها للناشئين والمبتدئين في هذا المجال؟ ما يعتمدوا على حالهم، خليهم يعملوا مشاركات، يروحوا يشاركوا يشوفوا فنانين عالميين، يروحوا يشاركوا ورشات عمل إن كان داخل البلاد أو خارج البلاد، لأنه زي ما حكيت في تنظيم معارض، أنا يعني بكوني أنا بنظم معارض بدعي فنانين من كل العالم، بنعمل ورشات، بنعمل المعرض نفسه، هيك نتعرف على الفنانين التانيين، نشوف بعض، نتعلم من بعض. ويعني هذا بيكون دور، ما بعتمد انا بس على نفسي، انا بدي انا ماشية ستايل خاص يعني خاص فيني، لا، اذا انا بدي ارسم بس ورود انا معناته انا شو ما اكتشفت شيء، لا، انا بدي ارسم الورد، بدي ارسم كذا، بدي ارسم كذا، بدي ارسم كذا، حتى انا اكون تشكيلية يعني. وكمان من دور المعارض هذا بيساعد كثير، مثلا انا هلا دوري، انا هلا بشهر 12 ان شاء الله عامل معرض في اسبانيا، في ملقا اسبانيا، فالحديث هلا يعني مشارك معي تقريبا 40، وبعده مفتوح المجال يعني 40 فنان الحديث هلا جايين من كل العالم. اكيد كل فنان هو عالم بحد ذاته، واكيد يحمل ثقافه والاطلاع يعني فنان على فنان من هذه يعني النظرات ممكن كمان تغير عنده في شخصيته، او انه زي ما انت حكيتي من ناحيه اسلوبه ممكن انه تساعده انه يدخل على فنه واسلوبه بعد شغلات. يا وهذا الحلو يعني، هذا الحلو بالفن التشكيلي، انا ما باخذ، انا ممكن اخذ فكره صغيره بنميها، لكن انا ما باخذ الفكره نفسها يعني، هاي كل فنان ممكن اوه هذا عجبني والله انا ما كنت منتبه كيف عملته يعني. الشيء الحلو انه بيساعدوا بعض، بيدلوا بعض، هذا الحلو بالفن التشكيلي. والفن التشكيلي يعني كفنانين جونا حلو لما نعمل معارض، كتير جو رائع يعني، بنطلع مع بعض نحكي، نعمل محاضرات، نتثقف، نساعد بعض، ويبقى التواصل بيننا يعني. فأي معرض فيه بنشارك فيه، إن كان إلكترونيا اليوم بعد الكورونا فصار أغلبيته كتير إلكترونيا يعني، فكتير بنساعد بعض بهذا الشيء، وهذا حلو يعني، نأخذ ثقافات من بعض، وهذه الثقافات إحنا تبادل ثقافات يعني. وانا نعم. اللي كمان عندي رئيس الجمعيه اسمها ذا اذر فيس، حكيتك ذا اذر فيس اورجانيزيشن بامريكا،
أنا عملتها على أساس تبادل الثقافات بين الشرق والغرب. وكيف ممكن هون نساعد فنانين المحليين في هاي العلاقات وكمان هيك تبادل الأفكار وكمان الاطلاع على بعض فنانين؟ على طريق زي ما حكيت طريق نعم. الاشتراك بالمعارض. اشتراك في المعارض يعني هذا أحسن وسيلة. يعني أنا إذا بدي أبقى ابن بلدي وبعمل هون يعني أنا ما تطورت. شو تطورت؟ ما شفت الاشياء الثانيه. اوكي الصوره على الانترنت او هاي ما راح تحطيني هذاك الشيء نعم. من اني انا فيس تو فيس يعني مع الفنان نفسه. صحيح. فهيك احنا نتعلم من بعض. ايش طموحاتك؟ ايش حابه هيك تحققي بعد؟ الحمد لله انا مشيت كثير، عملت كثير لحديت اليوم يعني خلال نعم. مش سنين طويله، انا يعني اللي 9 سنين اليوم متخرجه من يعني انا تخرجت بعد عمر طويل يعني بنت 45 تخرجت من بالفن التشكيلي يعني. فكان هدفي اني كان حلمي اني اتخرج بجامعه منيحه والحمد لله تخرجت جامعه بامتياز امريكيه ووصلت اللي بدي اياه وصرت رئيسه الوجه الاخر ويعني بنظم معارض فالحمد لله اللي اسم عالمي في كل محل يعني. ف شوي انا طموحي أكثر نعم. عم بشتغل على رسالة وإن شاء الله خلال أكمل شهر جايين يعني رح توصل للعلن. يعني هي من زمن كورونا وأنا عم بشتغل عليها. لازم تحكي لنا يكون شغل عالي يعني خاصة في هاي المحادثة. هي بالفن يعني أنا عم بعمل دراسات تنتين اللي هن داخلين بعضهن ماجستير ودكتوراه يعني عن طريق الزوم هلا، وهي بعدها ما حكيتها أبدا يعني. ف يعني وصلني تقييمات 2 لحديت اليوم يعني الحمد لله. فمع انه لي كذا كمان دراسات نعم. انتشرت فيعني بستناهن حتى احصل عليهن يعني. فهدول بعد ما حكيت عنهن انا تركيتهن للوقت شوي حتى اني بحصل عليهن يعني. وعندي شيء ثاني كمان انا يعني قبل ما ابعث لك يمكن كمان اخذت جائزه نوبل للسلام من اليوروبيان يونيون الاتحاد الاوروبي وسفيره كمان سفيره في امريكا. ما هي مهمه بحالها انه كسفيره سلام بين البلدان وبين الثقافات. هاي هي مهمه جدا لها قيمه. هاي دور كبير يعني ونحط هالدور على عاتقي يعني. فان شاء الله اتامل اني اكون خد هذا المقام يعني خد هذا الدور يعني. لكن الحمد لله انا افكر انه عندي الطموح وعندي الامل والله معي ان شاء الله وبنوصل الرساله لانه رساله الفن رساله ساميه رساله جميله جدا. نعم. كلمه اخيره هيك بتحبي توجهيها ولمين؟ بوجهها لكل العالم. تفضلي. لكل العالم انبسطوا، عيشوا الفرح، عيشوا السلام، عيشوا الانسانيه، كونوا ناس، كونوا انسان قبل ما تكون كون انسان قبل ما تكون انسان. الإنسانية يعني نعم. قبل كل شيء ازرعوا الابتسامة، ازرعوا الورد بقلوبكم وحبوا بعض. لا للحرب، نعم للسلام. ما أحلاكي الفنانة التشكيلية العالمية المبدعة جميلة الهيب كسفيرة سلام. نتمنى لك دوام التألق والنجاح ومواصلة إبداعك وأن تكون لوحاتك كلها ورود أمل وتفاؤل وفيها تقريب القلوب بين الشعوب بعيدا عن ويلات الحروب. شكرا لك، شكرا كثير وممنونة لك يعني على هذا التواصل وفرحت فيكم وسعيدة جدا. أهلا وسهلا فيك بالنجاح. شكرا.